السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا شباب بنات، رجعت لكم فيديو جديد. قبل بداية الفيديو دائما وابدأ لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بصراحة أنا هلا حدثت اللعبة وداخل متحمس مثلي مثلكم، ما بعرف شي على المود، ما بعرف شي على الإضافات، فخلونا نستكشف الإضافات الجديدة اللي نزلوها بالتحديث، وعم بيحكوا إنه هذا التحديث يعني أفضل تحديث نزل لحد الآن. فاللي متحمس يضغط لايك ولا تنسوا زر اللايك أكيد، فالله يسعدكم بيساعدني على اقتراح الفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات، الله يسعدكم فضلا وليس أمرا. فخلونا نبلش على بركة الله. نجي على الرسومات، في عندكم أهم إضافة في المود وفي التحديث هي إضافة الصوت للمركبة والصوت للسلاح والصوت للدردشة السريعة، فهاي أفضل إضافة حرفيا. في عندي أحد الأصدقاء بضل بيحكي لي مثلا لما أحكي معه ونكون راكبين بسيارة أو مركبة، يقول لي يا أخي ما عم بسمعك، بس هدي خلينا ننزل من السيارة عشان اسمع صوتك، فما ضل حجج. فبتحسن بتحطه أقصى شيء 80%، يعني بيصير صوت السيارة كتير هادي يعني لا تفكر. فأنا راح أحطه على النص، وكمان سلاح الناري مثل ما بتعرفوا مننزل بالمود بيكون 30 سكواد نازلين واشتباكات وضغط، فأفضل حل إنه تهديه عشان هيك تروق وتعرف تلعب وتقتل خصمك بكل سهولة. وعندك دردشة السريعة I got supplies، هاي عرفتوها مهم، هاي كمان بتحسن تهديه، فمشان إذا كان في واحد عندك مزعج بالتيم تعمل له ميوت يعني بصراحة لأني كتير مزعج، ف يعني هاي كمان نزلوه مشان إذا تحسن تهدي صوت الـ I got supplies وهذول الشغلات. مهم، ففي عنا كمان بالرسومات في عنا المضاد مانع التشويش، اغلب الناس في جوالاتهم ما كانت تدعم X4 فرجعوها صارت تدعم X4، فهاي بتستهلك شحن فما انصحكم فيها. وشي تاني، في اغلب اليوتيوبرية حكوا على خيار التيربو، هذا خيار التيربو موجود بنسخة البتا للجوالات المعالج قوي، هذا الخيار يعني بيصير عندك سلاسة باللعب وبنفس الوقت يعني بيخف اللاج عندك، فبتوقع هذا التحديث ما راح ينزل هذا الخيار، بتوقع للتحديث القادم. وفي شيء تاني، شركة ببجي موبايل اقترحت انه في جوالات كتيرة انه صارت تدعم 90 اطار بالثانية وهي 90 فريم، فما بعرف اذا كان عندك المعالج قوي وجوالك راماته قوية فانزل وجرب برك يكون عندك 90 فريم. وعنا إضافة بالعناصر التحكم، عناصر التحكم متقدمة بننزل لتحت، هي الإضافة سلاح الاشتباك المجهز، هذا لما ينزل معك ساطور أو الخنجر بتحسن بتحدد بدك ساطور أو خنجر، ما بعرف ليش هاي الإضافة يعني ما لها معنى، ليش ضايفينها شركة ببجي ما بعرف. وهي تجهيز الأسلحة النارية الاشتباكات، هي اسمة الطاوة أتوقع. مهم، هاي الاعدادات يعني ما ضافوا غير هدول الخيارات، وهدول الخيارات يعني الصراحة اعدادات الصوت كتير مناسبة، هدول الخيارين نزلوا. فخلصنا من قسم الاعدادات والرسومات، شفتوا التعديلات. ففي الانجازات الجديدة، اغلب الناس بتحب تشوف الانجازات ايش نزلت اللعبة انجازات جديدة، خلونا نشوف. اول انجاز بدك تقتل اخر واحد ب مدفع الكرات الثلجية، هذا المدفع نزلوه جديد مثل اسمة الزومبي اذا تذكرتوا، بتقتل اخر واحد في اليد الحديدية، هذا هيك كمان نفس النمط بس بالمسدس تبع الثلج. مهم، هذا انجاز سيد مدفع الكرات الثلج، تقتل اخر واحد بالمسدس تبع كرات الثلج. جنون الثلوج، هذا اتوقع تاخده اول ما تنزل اول جيم، بدك تركب حيوان الرنة، هذا نزلوه جديد، وتستخدم سكة اللي في المود اتوقع، واصب الخصوم بمدفع كرات الثلج، يعني بتوقع باول جيم راح تاخده. وبس هدول الانجازين اللي نزلوا ما نزل غيرهم. فبسم الله خلونا نجرب اول جيم بالمود معكم يا رب. بسم الله روح. هلا هلا بالغالي، اول شي في تعديل على اللوبي مثل ما انكم شايفين، وحلو ما في غير مود بالجبل مثل ايام التلج والتل فريك القديم ايام السيزون 14 10، ما بعرف هيك بهذا السيزون فتذكرتوه اكيد، نفس المنطقة ونفس المكان وما في غير مود واحد، وفي هدول مثل ما بيقولوا البيوت اذا متنا بننزل عليهم. فلهون الوضع لوز، هون عم يعلمونا انه هذا المسدس والحيوان الرنة. بسم الله خلونا نشوف التعديلات
صاير شي تعديلات على النزلة؟ لا ما في ولا تعديل، اكيد كل الطيارة راح تنزل بالمود، بما انه المود واحد فقط في الخريطة كاملة. فخلونا نشوف هلا التعديلات وايش صار وما صار. خلونا نجلس سكوادات، نزل سولو سكواد معرق بأول جيم حمزاوي دخيل. الله انت عم تشرح مو عم تلعب. اول شي في اسلحة بالاراضي، حلو. خلينا ناخد كفر. هلا، هذا مسدس الثلج. في كتير ناس، حلو. 45 لاعب، حلو. هاي عدد المنطقة ما شاء الله، هاي كتير مناسبة عشان تعرف شقد فيه بالمود. والشي تاني انه العدد كبير لاني خط الطيارة مش غير عدد. الوضع ما بعرف، كان شان. خلينا نجرب المقتل. لا يا الله، انا شو لي علاقة لك؟ هلا حمزاوي، شنو هاي؟ تعال تعال حبي تعال. يا الله كان مكمبر، كان شاني. يعني الاضافات لا بأس فيها. لك هلا جمدت البوت. حاسس في سلاسة بالتحديث، ما بعرف يعني، اتوقع حاسس هيك. يعني هلق البوت ما عاد يحسن يطلع من كرة التلي. كوا طلع، تعال قبل ما حدا ياخذك مني. تخيلين ظل 26 لاعب. احا، ذكرني المود في فيجندي. هذا حصان الرنة، هلا بناخده اذا ضلينا عايشين طبعا. خليني ابش على هدول قدامي. ايش تبكين؟ ما هو دبس يا الله. طيب هذا شو بدك تواجهه؟ طيب ملاتوف افضل حل. ملاتوف هون، هون نيد. خلاص ابلع يا اخي دخيل. الله ايش فيه؟ ايش اللي واحد من برا؟ ابلع ابلع انت وياه. تعال والله اجمدكم. ما بيتجمدوا؟ كانوا شالوني والله. ابو الدبس الحمد لله ما بعرف ايش صار معه. خلونا نشوف هاي الإضافة، انزلاق ما بعرف ايش. سمية تنقل كني بسرعة، بس ما حدا يشيلني. والله خيالية، والله انه موت حلو يا شباب. وفيه سلاسة يعني الحمد لله، ما فيه لاك ولا جلتشات. فما بعرف، اتوقع هلق راح يعطونا لوت. هلا دق الجرس، ايش فيه؟ خلونا نشوف راح يعطونا لوت ولا شلون. لك هلا نزل دروب، يسعد دينكم. هيك ها والله الدروب لوتو قوي. روزا اوكي، هذا اللوت بيكفي سكواد كامل. حلو والله، في سكواد تحتي الله يستر، سكواد كامل تحتي. إضافة الطلق إذا لاحظتوا علي، ما بعرف إضافة جديدة. تعال خذ الملاتوف، أعطاني ظهره الغبي. إضافة جديدة يا جماعة، إضافة الطلق يا أخي دخيل. الله هلا وقتك. ضل حدا؟ خلونا نشوف ايش هون الوضع. هون في لوت وبيصير اشتباكات. في لسه لاعبين ضل في المنطقة. هذا بوت للاعب، لاعب يو. طيب ايش اسوي يا اخي دخيل الله؟ مين هدول؟
يلا يعني المود يعني لا بأس فيه. كنا نركب حيوان الرنة بس ما لحقنا، متنا، ضلوا آخر اتنين وشالوني، فخلوني انزل بالمنطقة التانية اسمت المود وارجع لكم. أحا كمية السنيديغ. متنا يا الله، مين هدول؟ طبعا مثل ما شفتوا الاضافات كاملة والمود اتوقع يعني غير كل المودات، وان شاء الله ما فيه جلتشات، وحسيت يعني بسلاسة. ما بعرف، اتوقع كل ما بينزل تحديث فشركة ببجي عم بتظبط الامور اكتر واكتر، وعم بتحدث قدر الامكان لتعطي جودة للعبة بشكل ممتاز. وهي اضافة كمان على اللوبي بتحسن، بتضيف لبساتك مثلا اذا كنت انت بتصور، وهنا كمان الرقصات. وشي تاني كمان هون بالرقصات، كان 12 وحدة هلق ضايفين 24 رقصة، يعني بتحسن بتضيف نص الرقصات اللي عندك اللي بدك اياهم. وكمان اضافة جديدة كمان بالسيارات، صار عندك، هن كانوا 3 سيارات صاروا 5 سيارات، يعني اضافوا سيارتين على عدد سيارات. الله يسعدهم شركة ببجي، اضافت لي كل السيارات. وبس هدول الاضافات، فخلونا نشوف الحساسية اذا صار فيها تعديلات ولا لا. يلا طيب خلونا نشوف التحديث اثر على الايم ولا لا. كالعادة والله مأثر وكتير. ايه انا عندي كان مسطرة، شايفين بيرجع بيرو يمين يسار، ما بعرف انا الصراحة ايش المشكلة يا اخي. كل تحديث اذا بتلاحظوا الايم عنا لا بيعطل لا بيصيبه شي، يعني شايفين، اتوقع زادوا ارتداد الام فور مثل ما كنتم ملاحظين، يعني زادوا الارتداد تبع الاسلحة اتوقع هيك. لازم الاقي حل الصراحة، لازم هيك اقعد لي قاعدة طويلة واظبط الحساسية على راحتي باذن الله. فما بعرف يعني، انتوا شوفوا اعطوني رايكم، عندكم كمان هاي المشكلة ولا ايش؟ بس عندي، خلوني اشوف سكوب 6 على كي. لا لا لا، في ارتداد قوي، اتوقع صار تعديل على الاسلحة، ما بعرف والله الصراحة. فان شاء الله بلاقي لكم الحل باذن الله، ان شاء الله الفيديو القادم بنزلكم حل مشكلة الايم، وبشوف ايش المشكلة يعني بالضبط عشان اظبط الوضع واجي اشرح لكم اياها كمان باذن الله. فاللي ما اخذ حساسيتي، هاي حساسيتي حبايب، الله يسعدكم يا رب. وهي انا بلعب السريعة جيروسكوب، طبعا 6 اصابع فول جيروسكوب. هاي الجيروسكوب انا حيطه فول بس من عدا السكوب الاربعة والثمانية والستة هديون. طبعا انا يعني بستحكم على الفول لاني انا بثبت قاعدتي، ويعني الايباد ما بيرج يمين يسار، هي بالنهاية بيعتمد الجيروسكوب على حركة ايدك، تمام؟ سبق وحكينا بهذا الشي. هاي الحساسية كاملة، وهي الكود، سجلوا الكود 7298561867826705074486. هاي كود الحساسية طبعا، وهي كود الاعدادات كمان تازة. وشي تاني كمان نسيت احكي لكم على الاضافة، صار بامكانك تعدل اضافة الباراشوت، يعني بتحسن تحركة يمين يسار، فهي اضافة كمان كتير حلوة من ببجي، كان لازم يضيفوها من زمان بس هلق ضافوها. مهم، ما عليكم، هي كود الاعدادات نفس كود الحساسية بس اخر رقم بيختلف، بتزودوا رقم. مهم، الله يسعدكم. ان شاء الله راح اظبط لكم فيديو على الايم وعلى الحساسية، اعطوني رايكم بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. وبس لهون بيكون وصلنا نهاية الفيديو، وسلام.